السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. تعالوا ناخدكم النهاردة في حديثنا عن عسر الهضم، وكمان معها الحموضة، ونعرف الأسباب ونعرف عالج هذا الأمر اللي بتشتكي منه كثير من إخواتنا الحوامل. إيه سببه؟ لازم نعرف السبب، عشان لما نعرف السبب نعرف إزاي نتعامل معاه. طيب أنت ليه قلت حموضة وعسر هضم؟ ليه ما بش هتتكلم عن عسر الهضم بس؟ ليه ما تتكلم عن الحموضة في ناحية وعسر الهضم في ناحية؟ الحقيقة احنا اتكلمنا عن الحموضة لوحدها، لكن لما بنتكلم عن عسر الهضم لازم نتكلم عن الحموضة. ليه؟ لأن المسبب شيء واحد، المسبب شيء واحد اللي هو التغيرات الهرمونية في فترة الحمل. شيء طبيعي جدا انه بيحصل ارتفاع لهرمون اسمه هرمون البروجسترون، شيء طبيعي. بس لما بيرتفع هذا الهرمون في فترة الحمل دي اللي باسمها التغيرات الهرمونية، بيحصل معاها بعض العوارض الجانبية اللي من ضمنها ارتخاء كثير من العضلات في فترة الحمل، وده اللي بيؤدي الى بطء عملية الهضم. عملية الهضم مش بتتم بصورة زي الصورة اللي كانت بتتم ما قبل الحمل، بتحصل هذه العملية ببطء شوية مقارنة بالفترة اللي هي قبل الحمل. ده بسبب بداية الحمل بيحصل ارتفاع هذا الهرمون. كمان بيزيد الموضوع شوية مع نهايات الحمل، في الجزء الثاني من الحمل لما بطن الحامل بتكبر والجنين بيكبر، الجنين هنا بيسبب ضغط على المعدة، فيتسبب هذا الأمر أيضا إلى عسر الهضم والحموضة. طيب ارتفاع هرمون البروجسترون بيعمل ارتخاء للعضلات، فبالتالي كمان بطء عملية الهضم. ارتخاء العضلات ده مرتبط أيضا بالحموضة، لأن الصمام بتاع المريء بيبقى مرتخي. صمام المريء، واحنا شرحناه، مش عايز اطول في شرح موضوع الحموضه ليه بتحصل بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون، ولكن سريعا كده عشان نفتكر اللي ما تابعش معانا الحلقه. في صمام، في زي غطا بيقفل بعد ما الاكل بينزل، والحمض بتاع المعده ده يبقى موجود ما يطلعش، يعني هذا الصمام يدخل وما يخرجش، يدخل وما يخرجش. في فترة الحمل بيحصل ان الصمام ده بيبقى مرتخي، فاللي بيدخل لو جيتي نمتي وضع افقي مستقيمة تلاقي الحمض طلع عليكي وتحسي بنار، ده نتيجة الارتخاء. طيب ملحوظة بقى قبل ما نبدأ نقول ايه هو علاج عسر الهضم والحموضة اللي بيتسبب فيها ارتفاع الهرمون وضغط الجنين. قبل الحمل لو عندك فتق او عندك ارتجاع او عندك عسر هضم اصلا من قبل الحمل، فحضرتك بتتابعي مع طبيب البطنة اللي كنت بتتابعي معاه قبل الحمل، لان المشكلة بتبقى زايدة اكتر في فترة الحمل، نتيجة ان ده شيء طبيعي بيحصل للحوامل كلهم. فلو انت اصلا عندك هذه الامور قبل الحمل، فهنا لازم انت على وجه الخصوص يكون لك متابعة خاصة. طيب تعالوا نشوف بقى المساعدة، نساعد نفسنا ازاي عشان نتخلص من موضوع عسر الهضم في فترة الحمل. اول حاجة هنتكلم عن الوجبات، والوجبات دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ انا عندي في قصة الوجبات دي الكم والكيف. اول حاجة الكم. دلوقتي لو قلنا ان في آلة من الآلات بتصمم لي او بتصنع لي 10 اقلام في الساعة الواحدة، 10 اقلام في الساعة الواحدة. الآلة دي جات لسبب من الأسباب اتعطلت وأصبح أدائها ضعيف، فبدأت تنتج ألمين، مش 10 أقلام. طيب لو أنا إديتها أوردر إنها تنتج لي 10 أقلام وهي بتعاني من هذا العيب، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إنها هتتكربس، وهيحصل عندها سوء إنتاج، وممكن ما تنتجش حتى الألمين، مش هتقدر تنتجهم لأن أنت إديتها أوردر كبير على المجهود بتاعها. فلذلك عسر الهضم من احد اسبابه فتره الحمل ان احنا مش بنراعي موضوع الوجبات. الوجبات تبقى كتيره ولكنها صغيره الحجم، لان المعده عندها بطء عمليه الهضم. حضرتك بتديها اوردر صغير، وجبه صغيره تخلصها، بعدين تبدا في الاوردر اللي بعد. انما لما تديها اوردر كبير كده زي اوردر بتاع سعاد،
تدي له اوردر كده يعني جاب الدليفري كبير من بره وتبدا تنزل فيه مره واحده حرت كده. فطبعا المعده بتقول لها ارحميني انا ما عنديش جهد ان انا اعمل هذا الامر. فده اول حاجه الكم، يبقى كميات صغيره وكتيره. يعني حتى لو وجبه الغداء بدل ما هي وجبه واحده ممكن اخليها ثلاث وجبات واقسمها، وجبه الفطار اقسمها وجبتين، وجبه العشاء اقسمها وجبتين، هكذا وجبات صغيره. الكيف بقى، ما هي الوجبه اللي بتساعد الحامل انها تخفف من عسر الهضم والحموضه؟ بلاش الوجبات الحاره اللي فيها شطه، اللي فيها توابل سبايسي، الحاجات دي كلها. الاكلات الدهنيه اللي فيها زيوت وفيها دهون ضاره، استعملوا زيت الزيتون، بلاش زيوت دوار الشمس، بلاش زيت الذره، استعملوا الزيوت الحلوة اللي بتحبها المعدة زي زيت الزيتون. ابعدوا عن المواد السكرية، السكريات والحلويات بتبطئ عملية الهضم وبتسبب مشكلة في عسر الهضم أصلاً اللي عنده عسر هضم. وخلي بالكم هقول لكم معلومة حتى للأطفال، الأطفال الرضع من عمر يوم لعمر سنة ما ندهمش حاجة فيها سكر. ليه؟ لأنهم أصلاً بيعانوا من الانتفاخ، والسكر يزود الانتفاخ. فبالتالي أنا هنا مش عايز حاجات سكرية كتيرة عشان أتخلص من عسر الهضم. صلصة الطماطم، صلصة الطماطم للناس اللي عندها، والحمضيات، الناس اللي عندهم مشكلة مع عسر الهضم يقللوا شوية من صلصة الطماطم لأنها بتعمل مشكلة مع الهضم والحموضة الاتنين مع بعض. الشوكولاتة، الكافيين، والمشروبات الغازية، الحاجات دي كلها، والتدخين ايضا لو قعدتك مع مدخن ده ممكن يتسبب لك كمان في زياده مشكله زياده عسر الهضم والحموضه. يبقى انا عندي هنا الكافيين والغازات. طيب نشاط ما بعد الاكل مهم جدا، وانت حضرتك في فتره الحمل بتعملي ايه بعد الاكل؟ هل بتبذلي نشاط جهد بدني كبير قوي؟ لا، خدي وقتك، استريحي شويه. اي نشاط زائد بعد الاكل او حتى ان انت تستلقي بعد الاكل مباشره في وضع كمان افقي ده ممكن يتعبك. نامي على جنبك الايسر، ما تناميش على ظهرك لان ده ممكن مشكله تزود عندك الحموضه وتزود عندك عسر الهضم. شرب الميه مهم جدا، بس لحظه، شرب الميه مع انه مهم جدا الا ان في غلطه واحنا بنشرب الميه ما بناخدش بالنا منها. يا جماعه مطلوب ان احنا نشرب لترين لثلاثة لتر مية في اليوم بالنسبة للسيدات الحوامل والمرضعات، ولكن بعض منكم بيعتقد خطأ أنها ممكن تخلص الواجب اللي عليها بأنها مثلا تشرب نص لتر مية مرة واحدة وكمان تشربها مع الأكل. لا، عسر الهضم بيزيد لما نشرب المية وإحنا بناكل. حاولوا، ممكن لو عايزة تشربي وانت بتاكلي يبقى شرفة، بيسموها رشف، عفوا رشفة ماء، معرفش أنا قلتها باللغة العربية صح ولا غلط، المهم يعني بق صغير من المية بس مش اكتر من كده. ولكن يفضل احنا واحنا بناكل ما نزودش سوائل، ان السوائل دي اثناء الاكل ممكن تعملي عسر هضم. شرب الميه مطلوب بس بعد الوجبات، قبل الوجبات وهكذا. البروبيوتيك، وفي حاجه اسمها البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه دي مهم تواجدها جدا في المعده عشان تقاوم البكتيريا الضاره. في حرب دايره ده طول اليوم لينا كلنا، سيدات حوامل مش حوامل، رجال سيدات، كل الناس عندهم بكتيريا نافعة. البكتيريا النافعة دي لما باخد أدوية كتيرة جدا، ولا سيما كمان الأدوية مضادات الحموضة، بتقل البكتيريا النافعة، فبالتالي بينتصر هنا البكتيريا الضارة لأنه لقى عدد البكتيريا النافعة قليل. فالحاجات دي نلاقيها فين؟ نلاقيها مثلا في حاجة زي الزبادي. تناول الزبادي ممكن تختمي يومك بكوب من الزبادي أو كوب من اللبن الرايب، لأن فيها البكتيريا النافعة اللي بتعزز وجود هذه البكتيريا، مقاومة المعدة للبكتيريا الضارة وتحسين عملية الهضم. كمان حاجة هتحسن لك عملية الهضم وانت أثناء يومك عادي، أن انت ممكن تجيبي علكة باللغة العربية، هي علكة طيب باللغة العامية اللبان يعني، بس بدون سكر أرجوكم، بدون سكر. في أنواع من اللبان بدون سكر أو العلكة بدون سكر. مضغ اللبان بيزود إفراز اللعاب، واللعاب ده مهم عشان تحسين عملية الهضم وتخفيف الحموضة الاتنين مع بعض. تلاقي اللي بيمضغ لبانة تلاقي إنه هضم الأكل حتى لو في انتفاخ، تلاقيه بيطلع
منه او بيتخلص منه، لان مضغ اللبان وافراز اللعاب وابتلاع اللعاب ده هو كل ده بيحسن من عملية الهضم وبيقلل كتير جدا من الحموضة. يا رب يكون حلقة النهاردة فادتكم، وبشكركم لحسن المتابعة، وشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.